شاعر تشاور. ترجع شيرين للساحة بحاجة مميزة ومختلفة. شيرين عبد الوهاب تضع استراتيجيتها للعودة بقوة. شيرين أساسا وعمرو صحاب من زمان. وحشتوني. مشاعر تشاور. حالتها النفسية في السماء الحمد لله، ومتفائلة جدا، مبسوطة جدا، ونشيطة جدا. كل يوم في جلسات عمل ونسمع أغاني وبنختار، في نفس الوقت بنروح الاستوديو نشتغل ونجرب صوتها على الأغاني عشان نشوف إذا كان مناسب ولا لا. يعني في ورشة عمل شغالة دلوقتي، إن شاء الله تطلع بنتيجة حلوة. مستعدة جدا، عندها روح عالية جدا، متفائلة وعندها نشاط يعني غير عادي كمان. وإن شاء الله احنا بنجهز لألبوم يبقى مختلف وفيه أفكار جديدة وفيه أغاني حلوة، وترجع شيرين للساحة بحاجة مميزة ومختلفة. وده واضح، فشيرين ما بتضيعش وقت وبتحضر لعودة فنية قوية جدا بعد الظروف الخاصة اللي عاشتها مؤخرا وشغلتها عن فنها وجمهورها. وباين ان شيرين عندها استراتيجيه مدروسه، مش بس فنيا كمان اجتماعيا، وده من خلال الخطوات اللي عملتهم مؤخرا. بس خلينا نبدا فنيا. من الصور دي بنعرف ان شيرين اختارت اهم الاسماء في عالم الموسيقى للعمل على اغاني البومها الجديد تحت اشراف الموزع والمنتج الموسيقي طارق مدكور. معانا حوالي 6-7 اغاني لغايه دلوقتي في حيز التنفيذ، من كلمات شعراء كبار زي ايمن بكت قمر وزي امير طعيمه، طبعا الحان وليد سعد، في الحان عز الشافعي، في الحان عمر مصطفى، في برضه معانا نادر حمدي كموزع، معانا احمد ابراهيم، معانا احمد عادل، معانا طبعا نابلسي. دي الاسامي اللي موجوده دلوقتي ومكلفه بتنفيذ اغاني، وانا طبعا ان شاء الله اكون معاهم. وغير الغنى، وبعد نجاحها في تجربة التمثيل باين انها حابة تعيد التجربة ضمن خطة عودتها. بالنسبة للسينما ده طبعا حاجة ما يعني محطوطة في التخطيط، انما مش الخطوة الجاية على طول. الاول اهم حاجة هو ان احنا ننجز الالبوم المفروض احنا شغالين فيه وننزل بيه في وقت قريب ان شاء الله، ويكون مستوى يعجب الناس. اما من ناحيه الدعم المعنوي لشيرين، اتبعت استراتيجيه المصالحه وانها تحوط نفسها بزملائها واصدقائها في الوسط الفني اللي كان فيه بينهم حاله من الانقطاع لفترات طويله، وده شفناه من خلال الصور اللي نشرتهم على حسابها على انستغرام. فشفناها مع حميد الشاعري، احمد صلاح حسني، ومدير اعمالها السابق ياسر خليل، اللي كان فيه بينهم خلاف كبير الا انه انتهى بمصالحه منها. وبعد عودتها من مهرجان قرطاج مباشرة، حرصت شيرين انها تزور سميرة سعيد وتبارك لها على اغنيتها كرباج اللي اصدرتها مؤخرا. كانت زيارة اصدقاء لبعض مش اكتر يعني، وطبعا قعدوا يتكلموا بقى كلام ستات انا ما فهمش فيه حاجة يعني، كانت قعدة لطيفة. وشاركوا شيرين وسميرة المومنتس دي بمجموعة صور من الجلسة دي، وكتبوا كلمات بتعبر عن صداقتهم وحبهم لبعض، وباين ان الزيارة دي ممكن ينتج عنها دويتو قريبا. والله هي فكرة قائمة يعني، احنا اتكلمنا في حاجه زي كده فعلا، بس لازم نلاقي الاول الموضوع المناسب اللي نقدر نعمل بيه دويتو. لازم يبقى الكلام فيه ديالوج ما بين الشخصيتين، كل واحده المفروض اكنها تمثيليه، كل واحده تمسك شخصيه، ويبقى في حوار ما بينهم، ويبقى في فكره في اللحن، ويبقى يعني لازم يبقى في موضوع مهم، مش اي اغنيه ونغنيها وخلاص. بس احنا بنشتغل على حاجه زي كده ان شاء الله. وغير زياره سميره، شيرين حرصت انها تصالح صديقتها نوال الزغبي اللي عاتبتها انها ما بتسالش عنها بالرغم من انهم اصدقاء. صراحه ما بقدر اطمن عليها لانه ما معي رقمها، وهي كل فتره بتغير رقمها. والمصالحه كانت لما كتبت شيرين لنوال في تويتر تعليقا على اهدائها اغنيتها حفله: شكرا جدا انك دايما فاكراني في مشاكلي دي، ما كنتش بسال عليكي، بس عايز اقول لك اني بحبك قوي، واغنيتك الجديده تجنن، وفعلا نعيش لنفسنا يا بلاش. عايش من دلوقت عشاني اهو اخذ الشر وراح. بس الخطوه الاكبر في طريق المصالحات كانت بالستوري دي اللي توجهت فيها لعمرو دياب اللي بينهم خلاف كبير من 5 سنين، وكتبت: احلى حاجه في الدنيا عمرو دياب. الا ان لحد النهارده مفيش اي رد او مبادره منه، بس في نفس الوقت جمهور عمرو رحب بالمبادره دي. شيرين اساسا وعمرو اصحاب من زمان، وهي يعني الغلطه اللي حصلت غلطه يعني سوء تفاهم اكتر، هي قررت انها يعني تصلح كل حاجه زعل مع حد قريب منها، انها ترجع العلاقات مع كل الناس بطريقه كويسه. كلنا ممكن نغلط، لكن